وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن القرآن كان وما زال المعين الذي لا ينضب والطريق الموصل إلى الله. قال ربنا جل ذكره وتباركت أسماؤه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي هذه الدروس المباركة في هذا الجامع المبارك، جامع القاضي بمدينة الرياض، نستعين الله عز وجل في دروس متتابعة نبين من خلالها بعض مفردات القرآن. والطريقة في التدريس في هذه الحقبة من تدريسنا، متعنا الله وإياكم متاع الصالحين، ستكون عن طريق المفردات المتقابلة، أي الأضداد وما كان في معناها. فإن القرآن نثرت فيه معان عدة في طيات مفردات شبه متقابلة، أو بعضها يمكن أن يطلق عليه أنه أضداد، مثل الفلاح والخيبة، القريب والبعيد، اليمين والشمال، الذكر والأنثى، العسر واليسر، وأضراب ذلك. وسنتحدث إن شاء الله تعالى غالبا في كل درسين متتابعين عن مفردتين متقابلتين أو متضادتين، نسأل الله جل وعلا التوفيق. وعنوان درس هذا اليوم الفلاح والخيبة. فنقول مستعينين بالله جل وعلا: كلا من هاتين المفردتين وردت في القرآن، والفلاح يقابله الخيبة بنص القرآن. قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فجعل الله عز وجل قوله وقد خاب مقابلا لقوله قد أفلح. والفلاح في اللغة الظفر وإدراك البغية، في حين أن الخيبة فوات المطلوب، وعدم إدراك البغية المطلوب يسمى خيبة. وقد قال عز وجل هنا: يقسم بالنفس البشرية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. والأصل لقد أفلح، لكن اللام التي وهي واقعة هنا في جواب القسم حذفت لطول الكلم، لطول الكلم، كذا قال أئمة اللغة، ومن أشهرهم الزجاج. والزجاج إمام من أئمة النحو، كانت النزعة البصرية فيه أكثر من غيرها، وقد عمر حتى نال حظوة عند المعتضد الخليفة العباسي، وله كتاب شهير اسمه معاني القرآن، وقلنا إنه كان ذا حظوة عند المعتضد الخليفة العباسي، وكان ذلكم الخليفة يجري على الأدباء رزقا، وعلى الفقهاء رزقا، وعلى الندماء الذين يخالطونه رزقا. فكان الزجاج من علو كعبه في العلم وقربه من المعتضد ينال ما يناله الأدباء، وينال ما يناله الفقهاء، وينال ما يناله الندماء. والمراد أنه قال أن اللام حذفت هنا في جواب القسم لطول الكلام. قال أصدق القائلين: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والآية تحتمل معنيين: المعنى الأول قد أفلحت نفس زكاها الله، والمعنى الثاني قد أفلح من زكى نفسه بالإيمان والعمل الصالح. ولا بد من القول إنه هناك تلازم كبير ما بين هذين المعنيين، لأنه لا يمكن لأحد أن يعبد الله ويطيعه إلا بتوفيق من الله، وما يقال عن الأول يقال عن الثاني. قال الله عز وجل: وقد خاب من دساها، أي قد خاب من خذله الله جل وعلا وتركه، على المعنى الأول من قد أفلح من زكاها. وعلى المعنى الثاني يكون المعنى قد خاب من طغى ودس نفسه بالفجور،
فجعلها لا تزكو ولا ترتفع إلى ما أراده الله عز وجل لها من خير فيما كتبه وشرعه لا فيما قدره، لأنه لا يقع في الكون إلا ما قدره الله تبارك وتعالى. والفلاح في اللغة كان وما زال مطلب الناس جميعا، كل يروم، كل يحاول أن يكون ذا فلاح. قال عبيد بن الأبرص في معلقته ومطلعها أفقر من أهله ملحوب، قال: أفلح بما شئت فقد يبلغ بالضعف وقد يخدع الأريب. وهذا البيت يعد عند صناع العربية مثالا في دلالة العقل والحكمة والتجربة، ويقولون إن سعيد بن العاص وهو أحد ولاة المدينة في زمن أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه، وقد كان سعيد هذا ممدحا كريما حتى إنه لما أجدبت الديار في زمنه أنفق جل ما في بيت مال المسلمين ثم استدان حتى ينفع العامة. وعقلا ونقلا أقرب الملوك والسلاطين والأمراء والخلفاء من الناس هو أشدهم نفعا لهم، فكلما كانت عطايا ذوي الجاه، ذوي الإمرة، ذوي الخلافة، ذوي السلطان إلى الناس جميعا كان أقرب إلى قلوبهم من أن تكون عطايا لخاصة من حوله. فكان سعيد بن العاص واليا على المدينة وكان يحرص على هذا حتى كانوا شديدي الحب له. هذا سعيد بن العاص سأل الحطيئة الشاعر المعروف، قال له: يا حطيئة، من أشعر الناس؟ قال: الذي يقول أفلح بما شئت. لأن الحطيئة شاعر، ففقه أن هذا البيت يجمع من المعاني ما لا يجمعه غيره، ويقصد الحطيئة بجوابه عبيد ابن الأبرص. الذي يعنينا هنا بعد هذا التحرير اللغوي أن نعود إلى كلام رب العزة والجلال تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال ربنا هنا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ففهمنا أن الكلمتين المفردتين متقابلتان. ثم نأتي للآيات في لقاءين متتابعين، هذا أحدهما، التي ذكر فيها الفلاح وذكرت فيها الخيبة، فنفسرها مستعينين بالله تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال أصدق القائلين: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن دلائل الفلاح وتحقيق المطلوب وإدراك البغية أن يثقل الميزان. فالعاقل التقي الذي يعلم أن هناك لقاء مع الله لا بد منه، أعظم ما يسعى إليه ويسعى فيه ويجاهد نفسه به أن يسعى إلى أن يثقل ميزانه، فينظر في أقوال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ما الذي يثقل به الميزان. والذي يثقل به الميزان إما أن يقع عملا منك وفق الشرع، وإما أن تبتلى فتصبر وتحتسب فيثقل ميزانك بذلكم الصبر. فالأول ينقسم إلى قسمين: أقوال وأفعال. قال عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. وفي الحديث: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال بعدها: وليس في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق. فالمؤمن إذا عظم توحيده وخلصت سريرته ارتفع عمله، فإذا ارتفع عمله وقبل جعل ذلكم العمل في الميزان فكان ثقيلا فيه، وقد حكم رب العزة ولا معقب لحكمه. قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الضرب الآخر: يبتلى العبد، فإذا ابتلي العبد وصبر واحتسب لفقد قريب أو لفقد مال أو لفقد جاه أو لفقد غيره مما لا يد له فيه، فإذا صبر واحتسب وعلم أن الأمور كلها بيد الله واسترجع، عاد ذلكم الشيء ثقيلا في ميزانه يثقل به الميزان، فيكون ذلك سببا في الفلاح. فهذه من الآيات التي ورد فيها ذكر الفلاح. ونفى الله جل وعلا الفلاح عن قوم، وأعظم من نفى الله جل وعلا عنهم الفلاح من كفر به وأشرك معه غيره. قال رب العزة: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لا توجد حقيقة أعظم ظهورا وبيانا من حقيقة أن الله لا رب غيره ولا إله سواه ولا شريك معه. فإذا جاء أحد
عبد غير الله أو أشرك مع الله غيره فهذا قد خالف أوضح شيء أظهره الله جل وعلا لعباده. ولهذا حكم الله بأن من مات على الشرك يخلد في النار ولا يقبل منه عمل البتة، لأن ظهور هذا الأمر أشهر من أن يحتاج إلى دليل كيف وقد نصب الله الأدلة وبعث الله الرسل وأنزل الكتب مع وضوح ذلك الأمر لتزيده تلك الرسل ويزيده أولئك الرسل وتلك الكتب وضوحا للناس. فلهذا قال جل ذكره هنا في خاتمة سورة المؤمنون: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومن شرطية، ويدعو فعل الشرط وفق قواعد أهل النحو، مع الله إلها آخر لا برهان له به. أي قيد يؤتى به في اللغة؟ إنما يؤتى به في الغالب ليخرج المفهوم عن المنطوق، ليخرج المفهوم عن المنطوق. لكن هناك ضربا آخر من القيد يؤتى به لا لإخراج المفهوم عن المنطوق، وإنما المراد به الإخبار عن الواقع. والمعنى أنه لا يوجد أحد يحتج علينا بأنني أتيت ببرهان، لأنه لا شريك مع الله البتة ولا إله غيره. لكن قول رب العزة: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، البرهان في اللغة هو الدليل الذي يجعل الحق لا لبس فيه. البرهان في اللغة الدليل الذي يجعل الحق لا لبس فيه، فيصبح المعنى هنا إخبار عما هو واقع الناس، إخبار عما هو واقع الناس، وليس المراد إخراج المسكوت عن المنطوق، وليس المقصود المراد إخراج المسكوت عن المنطوق، وإنما المراد إخبار عن واقع الناس. وإلا أي أحد يعبد أي إله يتخذه من دون الله لا برهان له به. قال أصدق القائلين: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ثم بين الله جل وعلا كيف يكون ذلك الحساب، فجاءت الآية بالإخبار عن نتيجة الحساب، فقال ربنا: فإنما حسابه عند ربه. قال بعدها: إنه لا يفلح الكافرون. فقول الله جل ذكره لا يفلح الكافرون إخبار عما وقع من ذلك الحساب، إخبار بخاتمته، إخبار بعاقبته، إخبار بكنه، إخبار بنهايته. فلا يمكن، وهذا قول رب العالمين، أنه يفلح أحد أشرك مع الله جل وعلا غيره. فأخبر الله أن مصيره مآله عياذا بالله إلى النار. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فحكم الله أن أهل الكفر هم أعظم الناس خيبة، ولا يمكن أن يفلحوا البتة في الآخرة. قد ينالهم شيء من إدراك البغية في الدنيا، لكن ليس ذلك دليلا على رضوان الله جل وعلا عنهم، فإن الله يعطي الدين لمن يحب ولا يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. قبل أن نتجاوز هذه الآية والسورة، قال جل ذكره في ختمتها: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فإذا تأملتها ثم عدت لما كان قبلها، قال الله جل وعلا قبلها بآيات: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ثم قال في ختمة السورة: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فالمناسبة ما بين دعاء المؤمنين وما بين خاتمة السورة يراد منها إظهار أمرين. الأمر الأول الإخبار أن دعاء المؤمنين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا دعاء موفق، بدليل أن الله جل وعلا أمر عباده بعد ذلك به حتى يبين صواب ذلك الدعاء. فدعاء المؤمنين الوارد في أول الآيات في خاتمة سورة المؤمنون: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، الدليل على أن هذا الدعاء دعاء موفق أن الله أمر به في خاتمة السورة: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هذا الإظهار الأول. الإظهار الثاني أن العباد الخلق الناس
كفارا ومؤمنين، قد يرحم بعضهم بعضا، وهذا واقع لا يمكن أن ينكره أحد. يرحم الوالدان ابنهما، يرحم الابن والديه، يرحم المسؤول من تحت يده، يرحم الأمير رعيته، يرحم السلطان شعبه، هذا وارد يقع في كل الأمم والشعوب، لكن رحمة هؤلاء ليست بشيء أمام رحمة الله. ونظير هذا في القرآن حتى يعلم أي كنز مكنون في كتاب الله جل وعلا. قال الله عز وجل في الآيات الشهيرات في قضية مسألة بر الوالدين، وإن كان الحديث ليس عن بر الوالدين لكن المقصود إظهار كنوز القرآن عندما يتناسب الحديث. قال الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قبلها قال: واخفض لهما، أي لوالديك، جناح الذل من الرحمة. ما المعنى؟ المعنى من حيث الإجمال أمرك الله أن ترحم والديك، وهذا ظاهر بين لا يحتاج إلى مفسر حتى يظهره، فأمرنا الله أن نرحم والدينا. ثم قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أمرنا أن ندعو لوالدينا بأن يرحمهما الله. لما ندعو لوالدينا أن يرحمهما الله؟ لأن رحمتنا مهما عظمت فانية، ورحمة الله لنا ولهم باقية. فحتى يعلم الإنسان ضعفه، فمهما اجتهد أي رجل بار في بر والديه، لو لم يترك لهما في القلب مثقال ذرة من حاجة أغناهما بعد الله عن كل أحد من الناس، وكفل لهما الحياة الطيبة والمعيشة الحسنة، رحمته بهما مهما بلغت مهما علت لا تغني عن رحمة الله. وهذا يبين للإنسان شيئا إذا وقر في قلبه عرف كيف يعبد الله، وهو أن يعرف عظيم ضعفه. وشعورك وإيمانك بأنك ضعيف دليل على أنك تعلم أن الله جل وعلا وحده هو القوي العزيز. قال الله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي أن رحمتنا لا يمكن أن تبقى لهما، لأننا بما أننا نموت فرحمتنا تفنى، والله حي لا يموت فرحمته تبقى. قال الله: وهو خير الوارثين، أي خير من يبقى بعد كل من يموت. فختم الله جل وعلا هذه الآية الكريمة من سورة المؤمنون بقوله: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والحديث كله عن الفلاح وعن الخيبة، وقول الله عز وجل إنه لا يفلح الكافرون، لا هذه نافية، والقائل الحاكم رب العالمين الذي هو أدرى وأعلم بخلقه. قال الله عز وجل في آية مشابهة لها: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فممن حكم الله أنهم لا يفلحون من كل وجه وأي طريق يسلكون هم السحرة. قال ربنا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه آية جليلة جاء فيها ذكر الفلاح. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نتم الحديث عن هاتين المفردتين المتقابلتين الفلاح والخيبة، ونأتي على آيات ذكر فيها الفلاح ذكر فيها الخيبة، ونستعين الله في تفسيرها وإيضاحها فيجلو المعنى ويتضح ويظهر، والعلم عند الله. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أن